حديثنا مستمر معكم ضيوفنا طبعا، والحديث عن تطبيق الطالب الجامعي لما يتعلمه في حياته الخاصة والعملية. مستمعينا أو مشاهدينا، راح ننتقل وإياكم هذه المرة مع الطالب السعودي البوسعيدي، الطالب المبتعث في أستراليا، لنتعرف على ما يقوم به الطالب السعود من مهارات أو مهارة صناعة الحلوى العمانية التقليدية. نشوف السعود وبعدها إن شاء الله نرجع. في هذا المنزل الواقع في مدينة بريسبن الأسترالية قصة عمانية، وتحديدا في بيت الحكمة كما أطلق عليه سعود البوسعيدي وزملائه. ترسو زينة الموائد العمانية الحلوى عابرة المحيطات لتصل بذلك إلى أرض الكنغر. سعود طالب ماجستير في تخصص العلاقات العامة، لم تمنعه الدراسة والغربة من مزاولة صناعة الحلوى التي تعلمها من أهله في أرض الوطن. صناعة الحلوى تحتاج إلى دقة ومهارة عالية، بالإضافة إلى توافر الأدوات والتي سعى سعود بنفسه إلى الحصول عليها رغم صعوبة توافرها في أرض الغربة. طبعاً واجهتني بعض الصعوبات في البداية، منها ما قدرت تحصل على المكونات الأساسية اللي متعود استخدمها في عمان، ولكن بعد البحث استطعت الحصول على المكونات ولو أنها كانت تختلف شوية في الجودة. الشيء الثاني من ناحية الأدوات المستخدمة في صناعة الحلوى، حصلت بعض الأدوات لكن ما كانت تعطينا النتيجة النتيجة القوية اللي كنا متعودين عليها في عمان، فاضطرني هذا على أني أشحن مرقل من عمان إلى أستراليا. يجد سعود متعة كبيرة في تحضير الحلوى، ويظهر ذلك من خلال تفننه بطريقة تحضيرها، من ثم تقديمها وتزيينها بأشكال جميلة تجذب الناظر إليها. يسان السعود في صناعة الحلوى العمانية صديقه المقرب صالح، حيث يقوم باقتراح جملة من الأفكار التي من شأنها تطوير هذه الحرفة التقليدية الأصيلة خارج حدود الوطن. فصناعة الحلوى العمانية في الغربة تعتبر فرصة لنا كعمانيين للتعريف بالثقافة العمانية، ووجودي مع الأخ سعود في سكن واحد أثر علي وزاد رغبتي وشغفي في المساعدة في صناعة الحلوى. اليوم سوف يقوم سعود بتوصيل بعضا من الحلوى العمانية اللذيذة إلى صاحب المحل الذي اعتاد سعود على شراء أدوات الحلوى منه. We call them mascati in Iran, and that's because they were originally, probably around 100 years ago, they originally came from Muscat, from Oman to Iran. They went to some southern cities of Iran, and then the Iranian people started to make them themselves. They made some changes in it, and we have some kind of mascati now in Iran. ومع كل مرجل حلوى يوقد هنا في أستراليا يستحضر تاريخ عماني عريق، لتنبثق معه حضارة راسخة الأركان بمبادئها وعاداتها وتقاليدها إلى ما شاء الله.